برنامجنا بالهاشتاج اللي شغل ناس كتير قوي على صفحتنا وتفاعلوا معاه، وهو ليه الست مطبخ والراجل خزنه. ليه بقى؟ ايه رايك؟ انا رايي يعني انا رايي ان انتوا محدش يقول كده علينا، ولا في حاجه اسمها الراجل خزنه، ولا في حاجه اسمها الست مطبخ، مفيش الكلام ده خالص. يا سلام، واضح ان محمد بيستسلم من اول الخناقه ما بدات. عايز اسال سؤال، يعني احنا كده ايه هنخرج بقى من الموضوع. هو مين اصلا عامل الهاشتاج؟ انت عامل الهاشتاج من غير ما تقولي؟ انا عملت الهاشتاج دوت عشان خاطر رجاله كتير قوي مش عايزه تشغل ستاتيتها، الستات بتاعتها. طيب مش عايزين يشغلوهم. بما ان انتوا اصلا الموضوع ملوش علاقه بالشغل دلوقتي، مش هنروح في موضوع الشغل. طبيعي ان الراجل خزنه، لو انتوا هتقولوا كده هتصنفونا ان احنا خزنه والكلام ده، الراجل هو اللي بيصرف. لكن انا اقدر كراجل اشتغل وفي نفس الوقت ادخل مطبخ عادي واعمل كل حاجه واغسل مواعين. والله ده لو انت راجل مثالي، ده لو انت راجل مثالي تخش المطبخ. انت اخر مره دخلت المطبخ؟ طب ماشي، ما هو مش كل الستات برضو مثاليين. يعني ايه مش كل يعني كل الستات المثاليه اللي بتخش المطبخ؟ طيب كلهم بيخشوا المطبخ. طيب احنا دلوقتي خلينا نتكلم بعالي عشان الناس كده ايه يعني ما يعني احنا دلوقتي انت بتقولي صنفتينا ان احنا خزنه فقط لا غير. انا كمان من حقي ان انا اصنفك ان انت كمطبخ بس، وانت كمان تزيديش تشتغلي، انت كمان ما ينفعش تعملي، ما تقعديش جنبي تاني. ايه رايك في كده؟ تروحي بقى. ماشي، دلوقتي الراجل اللي شايف ان الست مطبخ وبس، انت لا تصلحي انك تشتغلي. طب ليه؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الرجاله اللي بتخانق مع ستاتها عشان تقعدها في البيت. طيب لو رحنا للنقطه دي اصلا، ما هو انتوا اخدتوا فرص كتيره من الرجاله، فلذلك بقى في مشكله، بقى في خلل في المجتمع شويه. خش على الهاشتاج وانت تعرف ان الرجاله مش عايزه الستات تشتغل عشان خاطر لا انتوا واخدين حقنا في المجتمع. دي حقيقه. معلش اهو يا جماعه الهوا. اصلا واحده بعت اصلا بتقول ايه؟ قال ايه؟ لا تخيلوا، المراه كل المجتمع. ايوه، احنا رحنا فين؟ احنا شفافين احنا ولا ايه يعني؟ المراه ما بقت مش كل المجتمع، المراه فعلا نص المجتمع. نص المجتمع. حق في المجتمع ان انت تعيش عادي. كتر خيرك يعني. والله تعبت معانا والله، يعني شكرا. اللي عايزين نقوله ان الست تقدر تشتغل وتقدر تبقى خزنه وتقدر تشتغل في مجال حتى لو هو مجال الراجل زي الميكانيكا، وعندنا نماذج كتير زي مثلا لقاء الخولي اللي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب. اشتغلت في مهنه ليها علاقه بالرجاله وثبتت نفسها، اكبر دكاتره واكبر موظفين. انا موافق، انا موافق ان انتوا تشتغلوا، مفيش مشكله، بس ما بقاش في اللي هو ايه اللي هو لا انا بشتغل، لا انا بقيت انا الاساس، وانا اصل انتوا لما بتشتغلوا يعني مش عايز اقول اللفظ مش هينفع اقوله، بتتنططوا علينا. بتلاقي الست خلاص بقى فردت بقى خلاص، وهي خدت دور الراجل، وهي الست بتتعب في البيت وبتشتغل وبتعمل حاجات كثيره جدا دورها، والراجل دور ان هو يشتغل في تحت ويشوف بقى هيعمل ايه ويجيب فلوس انت ويصرف. انت عارف ممكن التنصيط يكون في ايه؟ في المصاريف اللي الراجل بيستخسر يدفعها، زي مثلا بتقف في زور الراجل قوي الكوافير. أيوة الكوافير. أيوة ليه يا حبيبتي؟ ما انت جميله. الموضوع ده اصلا مستفزني. ايوه، تروح الكوافير تروح تدفع الشيء الفلاني ليه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما تقعدي في البيت وتعملي حضرتك. ما راح تتزين لحضرتك. تتزين لحضرتك؟ تتزين في البيت؟ انا راضيني، انا تتزين في البيت، ما عنديش مشكله. تتزين في البيت؟ طب انا واحده خلقي ضيق والسشوار والبيبي ليس ما بقدرش امسكهم في ايدي وعايزه اروح. عندك عيب اهو، عندي خلق ضيق، انا ذنبي ايه كراجل بس اعمل خلق ضيق؟ انا ذنبي ايه؟ لا يعني طب اقول لك على حاجه بغض النظر عليك خالص كراجل، انا واحده لو رحت الكوافير وصبغت شعري هيغير لي مودي ونفسيتي. ايوه، تصرفي كام؟ هجدد طاقتي. معلش انا راجل بتكلم عنك، تصرفي كام في الكوافير؟ انت اللي بتصرف كام في الخزين؟ ايوه، 4000 جنيه بتصرفهم خزين مثلا كل شهر، ونور وميه وغاز. طيب سيبك من الكلام ده، دي اساسيات حياه. انت لما تروحي الكوافير هتدفعي كام للحلاق؟ هتدفعي كام؟ هدفع كام؟ على حسب. لا لا لا، للحلاق هتدفعي كام؟ انت دافع كام قبل ما تخش؟ لا مش انا دافع 15 جنيه. اوعى تقول 20 جنيه. 20 جنيه وبيظبط الدنيا. انت هتدفعي كام؟ على حسب. اقل حاجه 200 300 جنيه، صح؟ ماشي. جايين منين؟ جايين منين ايه؟ من الراجل. لو انا بشتغل مش هطلبهم من الراجل. من الراجل. لو انت بتشتغلي اصلا مش هيبقى عندك وقت اصلا تروحي الكوافير. ايه ده؟ ليه مش هيبقى عندك وقت؟ على فكره احنا في نقطه مهمه قوي. هتأثري في حاجه. لا لا، في نقطه مهمه قوي ان ست البيت ممكن تنسى نفسها ان هي مثلا تلبس كويس، تروح تشتري لنفسها حاجه، ممكن في الاعياد تشتري فستان. طيب. او كده. لكن طب اقول لك على حاجه. أوكي. الخناقه دي هتطول بجد. هتطول. ومش هتنفع تخلص في حلقه ولا في حلقتين، السيزون كله هيبقى خناق. لكن احنا ممكن ننتقل دلوقتي من الخناقه دي بتاعت الراجل والست للخناقه الكرويه اللي هتبقى معانا بعد الفاصل. معانا خناقه كرويه حلوه صح؟ خصوصا ان انت زملكاوي وانا اهلاويه. طيب يعني. هي لابسه ابيض بتقول ان هي اهلاويه وانا زملكاوي. بنشجع اللعبه الصراحه. فهنطلع فاصل ونرجع لكم مع خناقه كرويه مهمه جدا مع الناقد الرياضي استاذ اسلام احمد، انتظرونا.